صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوني فيه. هنقرا النهارده لبرج الحمل قراءه العاطفيه. طيب ندخل على طول في الموضوع. الطاقه العامه لبرج الحمل. اوكي فدلوقتي نظره الشخص ده لينا ان هو او احنا شخص حبوب جدا، ينفع ان هو يستقبل علاقه الحب دي. طيب نظرته ايه للعلاقه بقى؟ نظرته للعلاقه ان هي علاقه هيبقى اساسها حب حلو قوي 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 قوي، وان هي علاقه يعني مش كعلاقه بس، نظرته كمان للعلاقه كشامله بقى، كانتوا بقى اللي في العلاقه او الطرف التاني، ان انتوا تقدروا تستقبلوا الحب ده. بصوا ان الكارتين دول اتنين بيقدموا عروض، هو شايفكم انتوا الاتنين حد حبوب قوي، وحد ينفع ان هو يعني يعطي حب. الشخص ده الظاهر والله اعلم ان هو شخص ترابي او مائي، يعني حاجه من الاثنين، يا ترابي يا مائي. اوكي لان انا برضو الكارت اللي بعديه كارت برج الحوت، طيب او السرطان او العقرب يعني. اوكي طيب احنا بقى بصين له ازاي؟ احنا بصين للشخص ده مشاعرنا ايه ناحيته؟ احنا مشاعرنا من ناحيته مشاعر لسه ما تأكدناش منها قوي، ولكن في مشاعر، يعني برضو بنبص للموضوع. هو شايفنا الاستقرار كله، هو ظهر ان في حد العلاقة دي، حد عرض على حد خطوبة جواز او علاقة، حد في بادئ الموضوع شكله، الموضوع لسه في اوله، فاحنا لسه مش متأكدين من مشاعرنا قوي. بس هو شخص، بس انتوا واثقين قوي في نفسكم او واثقين فيه برضو، يعني انتوا مش شاكين في العرض اللي هو جايبه، ولكن لسه مش متاكدين من مشاعركم قوي، بس في مشاعر اهم حاجه. طيب نظرتكم ليه ايه بقى؟ شخص بينتظر شويه او شخص بطيء شويه. انا ارجح ان هو برج ترابي، ان البرج الترابي بطيء، برج الترابي بصراحه بطيء. فهو شخص بيشتغل على حاجه بس بيقعد بقى يعني يتأخر قوي عقبال ما يكرر ويقول بقى انا هقول بحبك امتى او كذا، يعني عقبال ما يخرج مشاعره وعقبال ما يبدأ البداية الجديدة اللي هي احنا عايزينها بيكون فات وقت مش لطيف شوية. انتوا برج ناري طبعا، متحبوش الموضوع ده خالص، مع ان هو شايفكم ان انتوا بصوا مية مية، يعني ان انتوا ناس بتتحركوا وناس مقدموا عرض. الظاهر ان انتوا بتقدموا عرض لحد يا برج الحمل او معجبين بحد، ممكن تكونوا معجبين بحد وهو شايفكم ان انتم مقدمين العرض ليه، بس انتوا شايفينه راجل بطيء قوي. طيب نظرتكم ايه للعلاقه؟ الدف الموت مش معنى وحش. نظرتكم للعلاقه ان هي علاقه ممكن تعمل ولاده جديده. يعني ايه ولاده جديده؟ يعني علاقه تبتدي بقى حاجه جديده. اقول لكم على ايه كمان ده اللي يفسر الموضوع ده. انتوا عايزين تبتدوا مع الشخص ده برج الحمل حياة جديدة، عايزين تبتدوا معاه علاقة حلوة، لان انتوا قفلتوا الدايرة، عايزين تبدأوا بقى شابتر جديد معاه. الظاهر كده ان انتوا خارجين من علاقة سابقة وعايزين تبدأوا مع الشخص ده بداية حلوة، او ممكن نرجح برضو ترجيح مهم برضو في الموضوع ده ان هو شخص قديم وانتوا برج الحمل، سوري، وانتوا برج الحمل عايزين تبتدوا بداية جديدة معاه ومقدمين له العروض بقى للمصالحة. ما تيجي هنا وانا احبك بالمعنى الادق كده، يعني بصوا الكارتين واحد بيقول ما تيجي هنا وانا احبك، خلصت. فانتوا مقدمين له بس هو بقى بطيء قوي للاسف، بطيء بطيء في الـ في الـ في الـ في, الـ في اظهار المشاعر قوي، بس هو شايف كل الاستقرار كله، هو شخص قديم هو شايف كل الاستقرار كله، وانتوا بقى هنا منتظرينه ومش عايزين تاكدوا على مشاعركم قوي الا لما تعرفوا الشخص ده هيجي ولا اخلع ولا ايه، عشان انا برج ناري انا بتخنق بسرعه. طبعا انتوا، انا مش برج ناري. طيب وطبعا شايفين انها بدايه ايه جديده. طيب بما ان الشخص ده بطيء والحاجات الجميله دي، بس احب اقول لكم ان هو بيفكر فيكم وهيبقى في انتصار. لو هو شخص قديم وانتم مقدمين له عرض مصالحه، او شخص جديد وهو اللي مقدم العرض، في كلا الحالتين هيبقى في انتصار، وده كارت المأذون عايز يتجوزكم. مبروك يا برج الحمل. طيب النصيحه بتاعته ايه؟ نصيحته
الظهر لو هو شخص شكاك او شخص قديم بقى وانتوا بتحاولوا تصلحوه تاني، النصيحة بتقول اخرج من مخاوفك وابدأ البداية الجديدة دي. النصيحة بتقول اخرج من المخاوف دي وابدأ البداية الجديدة، لان الظاهر كده ان هو شخص عنده هواجس، بيفكر كتير قوي 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 قوي، ممكن يبقى ترابي ممكن يبقى هوائي برضه، فهو شخص عنده مخاوف. لو شخص جديد فهو خلي بالكو، حتى لو مقدم لكو عرض يعني، او مش مقدم لكو عرض بمعنى ادق، حتى لو هو شخص انتوا لسه داخلين معاه كده في علاقة، وشخص بيفكر كتير جدا عنده هواجس كتير جدا بتيجي في دماغه. النصيحة ليكم انتوا بقى، استمروا في اظهار المشاعر، استمروا في تقديم العروض، بس خلك بالكم الكارت ده بيحمل معنيين. بصوا بقى، ده شخص بيقدم عرض بس واقف، شخص واقف يعني لا بيروح ولا بيجي. فالكارت ده النصيحة ليكم، لو انتوا بتقدموا عروض ومستنيين، لو انتوا اللي مقدمين العرض ده يا برج الحمل ومستنيين، خليكم واقفين في مكانكم ما تمشوش، لان الراجل ده معاه عرض في ايده اهو، ممكن يلف ويمشي. اوعى يا برج الحمل، الشخص ده بيحبك، ممكن يكون الشخص ده عنده هواجز يا برج الحمل، ممكن يكون لو هو قديم لسه زعلان منك او خايف منك، فما تمشيش بليز، خليك ثابت اقف. ولو انت شخص جديد ما تخافش برضو، الشخص ده هيتخلص من اللي عنده ويجي لك، لانه بصوا بقى في كل الحالتين هو شايفكوا انتوا الاستقرار، شايفكوا انتوا شايفكوا حاجه جميله جدا، انتوا الاكتمال، اكتمال كل حاجه ليه حلوه. طيب دي القراءه العامه. هناخد دلوقتي هنحط الورق كده عشان يبقى ترسيمه صح. طيب خلينا بقى نشوف الناس اللي منفصله او المبتدا الناس اللي مش مع بعض حاليا، مش عارفه اقولها، مبتعد عن بعض، مبتعدين عن بعض. ايوه بالظبط كده، برج الحمل. خلينا نقول هل الشخص ده بيفكر في الرجوع ولا لا؟ بلاش كلمه هيرجع امتى، لان ده مستقبل، انا ما بحبش اشوف المستقبل، خلينا نشوف النيه هي اللي بتتحقق. يعني لو شفت له نيته انه يرجع ممكن يرجع فعلا، عشان ما نكونش متعلقين بالورق يعني. خلينا نشوف الاول، بس اول حاجه حال الشخص ده ايه دلوقتي، الشخص اللي انت ما تعرفش عنه حاجه او بتراقبه على السوشيال ميديا، الشخص ده حاله ايه دلوقتي يا برج الحمل؟ برج الحمل الشخص ده حاليا بياخد فتره استراحه بعد الانفصال، انفصلتوا عن بعض او مبتعدين عن بعض، وشاعر بانه مش مخذول ولكن انت رحلت عنه، شاعر بعوارض الانفصال، اوكي، بعوارض، باعراض الانفصال، باعراض الانفصال، بياخد فتره استراحه لانه تعبان قوي، وحاليا هو مخبي مشاعره يا برج الحمل. الشخص ده مخبي مشاعره دايما، بيكون شخص جاف قوي ومخبي مشاعره، لان هو حاسس ان هو يعني اتخزل منك شويه برج الحمل، فهو مخبي مشاعره حاليا. طيب المخبي مشاعره ده بقى، الحاج اللي مخبي مشاعره ده، اللي بيضايقني قوي شخص المخبي مشاعره ده، سواء في اعجاب او ارتباط عموما، ناوي يرجع ولا لا؟ في نيه للرجوع الحاج اللي مخبي مشاعره، يعني نيه مثلا انه يرجع بعد فتره النقاهه اللذيذه اللي هياخدها دي. ساعات بنغلط في الناس والله بحب، يعني عتاب، بس بنبقى بنحبهم مبيبقاش قصدنا. برج الحمل الشخص ده موجوع قوي 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 قوي، و
الله اعلم، انا ما بحبش حوار العلاقات الثلاثيه، ولكن اشك ان انتوا كنتوا علاقه ثلاثيه. ولو مش علاقه ثلاثيه وهو مخذول قوي، عارفين ده حسره ندم وجع قلب بالقوي، لان هو تعبان وراحل شايل الامه معاه ومتجه عايز يغير اللي حصل ده. الشخص ده ما بيفكرش حاليا غير في شغله في عمله وبس. هي مش يعني ما تفسرش على العلاقه الثلاثيه لان احنا بنشوف ناوي يرجع لا، بس هو بيفكر في شغله قوي قوي يا برج الحمل. وممكن نشوف برضو يعني برضو، طب بعد ما يفكر في شغله في امل برضو يعني انه حتى يفكر فينا تاني، اللي هو خلاص كده يعني خد العلقه ومشي، في امل ان العلاقه تتصلح؟ ساعات بيبقى فيه سوري يعني في الكلمه ناس بارده، يبقى العلاقه قدامه ممكن تتصلح وهو بارد كده. للأسف يا برج الحمل، مش للأسف يعني، بس هو حاسس بأنه اتخدع، يا انت اللي خدعته يا هو اللي عمل حاجة وصل للموضوع ده. ممكن تكون انت مشيت وسبته يا برج الحمل مرة واحدة لأنه حاسس بأنه اتخدع، لذلك هو ما بينامش. بصوا 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 الكروت عامل ازاي، عملتوا فيه يا برج الحمل؟ عاملين زي لما احب انتقم من حد بديله الصابونة زي ما بيقولوا. بصوا موجوع ما بينامش، كل ما يجي ينام يفتكر اللي حصل فيه ويفتكر ان هو ان انتوا مشيتوا وسبتوه، لذلك هو مفكر في شغل أو لكن الفتره دي لا مفيش للاسف اي رجوع. طيب ما دام مفيش رجوع بقى يبقى اللي باعنا خسر دلعنا، واللي اذانا هتترد له والحاجات الحلوه دي. في حد بقى جاي في طريقنا ولا لا؟ بصلاته على النبي كده، عشان ايه؟ عشان القلب اشتكى من قله الاشتكى خالص. وبعدين يقول لك اللي راح ايه تداوي الايام، مع ان الايام لا بتداوي ولا حاجه، بس هي حاجه بتريحنا خلاص. عم ضيق قوي في نفسك. انا عمال افرط لكم الورق قوي عشان تطلع حاجه حلوه كده. هل في احد سيترك باب قلب الحمل؟ برج الحمل جاي لك ابو برج مائي اللي احنا شايفينه في كل ولا جاي. مش بقول لكم ان هو انا حاسس ان هو شخص معجب بيكم، انتوا مريتوا فتره وحشه قوي 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 يا برج الحمل، فتره افكار سوداويه جامد قوي. او نقول حاجه، الشخص ده خايف يعبر عن مشاعره وجاي لكم بالعرض، نفس الكارتين بتوع القراءه الاولانيه جاي لكم بعرض حب اهو، بس هيخرج بس من المخاوف اللي هو فيها دي الاول. اوكي، وانتوا كمان، انتوا كمان في مخاوف لو انتوا معجبين ببعض، لان ده برضو شخص مخبي. ما هو الشخص اللي بيخبي مشاعره ده يا جماعه بيبقى عنده مخاوف برضو. اوكي، راجل حبوب قوي، يا حوت يا سرطان يا عقرب، او مش عارفه اشرح لكم ده بعدين. بيبقى برج مائي ولكن في الخريطه، يعني ممكن يبقى هو الشمس الجوزاء مثلا وطالع حوت، فهو بيبقى كده، بس هو حبوب قوي قوي قوي، كله ميه اهو، وجاي لكم بعرض، في عرض ان شاء الله، بس هو يخرج من مخاوف وياخد الشجاعه المتينه كده. شكرا لكم جدا جدا يا برج الحمل، ويا رب تكونوا